حياتك الأخيرة إزاي؟ يعني ممكن يشوف في صلح و... لا لا، انا دينا اتخدعت على فكرة، انا مش عايزة افتح الموضوع تاني، بس هي اتخدعت، اتقال لها كلام غلط. يعني الكلام اللي وصل لها على اتقال لها لسانك كلام إنتي. غلط وكلام كذب عني، ومش حقيقي، وهي ما كانتش شايفة الموقف من بره. فساعتها التصريح كان لايف في ساعتها، فراحت قايله، بس هي بعد كده عرفت الحقيقة، مفيش الكلام ده. اتعاتبته؟ شفتها في مهرجان القاهرة، قلت لها يا دينا اعرفي الحقيقة، ما تسمعيش اللي حواليكي كذابين. عظيم عظيم. لا اصل دينا والمشكلة طيبة، انا عارفة ان انتهت. دينا طيبة على فكرة، فانا لا، انا عارفة انها اتخدعت. لو هي عايزة تبعت لها رسالة تقولي لها ايه؟ ما بعتلهاش، انا عايزة اقول لها بس ان انا، هي مرت بأزمة كبيرة جدا، كل الناس عارفاها، حقيقي. كل الناس عارفاها، وأزمة مش عبيطة زي اللي أنا مريت بيها، أزمة يعني. ايوه لبست الحجاب واختفت عن الناس واعتزلت الدنيا، وراحت أجرت محل كانت بتبيع فيه هدوم، وكانت حياتها متدمرة. لما كانت بتجيلي فيديوهاتها كنت بقول لهم عيب يا جماعة، واحنا ما كناش صحاب قوي يعني، عيب يا جماعة. بحكم ان هي ست زيك زيها. بالظبط، عورات الناس، عورات الناس، عيب يا جماعة، ما تعملوش كده، ما تتكلموش على حد، ما تتكلموش على ست، ما حدش عارف الحقيقة فين. كنت بدافع عنها باستماتة، رغم بقولك ان احنا مش اصحاب انتيم، احنا مجرد زمايل. انا بس كنت ساعتها، كان ممكن، انت عارفة ساعتها كذا برنامج كلمني قال لي اطلعي اطلعي يا غادة اشتمي في دينا، وطلعي وقولي اتكلمي على الفيديوهات بتاعتها وطلعيها قدام الناس كده. انا رفضت، انا رفضت، قلت لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، هي اتخدعت، هي اتخدعت، اتقالت لها معلومات غلط، مش وقتي بقى ان اطلع اشتم فيها، ده كلام فارغ. ما طيب عملتش ده ورفضت، وبعد ما اتفقت في برنامج مهم جدا اني هطلع اتكلم في الكلام ده على الهوا، ما قلتوش. طب لو هسألك عن إشاعة احنا عارفينها عنك ان انتي بالفعل انفصلتي بسبب مشهد ليكي في فيلم الإمبراطور، الكلام ده حقيقي؟ فعلا، اول جوازة خالص اتجوزتها خالص، وكان شغله في مكان حساس يعني ايوه في الدولة، انفصلت. بسبب المشهد ده؟ ما كنتش قلت له بصراحة. كنت صغيرة جدا على فكرة، انا كنت مخلصة ثانوي وداخلة اولى جامعة، فما كانش عندي القدرة ساعتها اقول للمخرج انا مش قادرة البس ده، مش قادرة اعمل ده، مش قادرة، لسه جديدة خالص ومش فاهمة، مش وفيلم فاهمة، كبير مع فنان ومش كبير. اكاديمية، ومع مين؟ المخرج العظيم استاذ علي عبد الخالق، مدام نادية الجندي، استاذ احمد نادية دبير، الجندي الفنانة الكبيرة. وفيلم ايه اياميها كانت مدام نادية الجندي، بس اسمها في حتة تلاقي طوابير حقيقي حقيقي، ربنا بجد، يديها نجمة الصحة. جماهير، اذا كان هي ولا مدام نبيلة عبيد، تصدروا الساحة السينمائية سنين طويلة، نجوم شباك. فان لو انا ابقى في هسألك اول بقى وانا حياتي معتادة اشتغل على معاها، بركتك. اعترض على ايه؟ بالله عليكي، لا اعتراض. طب لو اتعرض عليكي دلوقتي؟ لا لا لا، انا ما عملتش، بصي انا عامله 15 فيلم 14 فيلم، ما عملتش في حياتي غير هو المشهد ده في بدايتي خالص، وخلاص وخلص، كسر. مش معنى كده ان انا عايزه اشيله، لا، ده في تاريخي، فيلم مهم، وفيلم حقق ايرادات، وفيلم اتعلمت منه، وفيلم كان فيه رساله كان لتجاره سبب المخدرات شهرتك. وسبب شهرتي، وكان فيه رساله مسج ان احنا بنندد وبنتكلم عن تجاره المخدرات والسلبيات اللي بتعملها. تابعتي ايه في رمضان اللي فات؟ تابعت اعلى نسبه مشاهده، رائعه عجبك؟ رائعه، سلمى ابو ضيف بصراحه رائعه، رائعة فعلا. عالميه عالميه بكل المقاييس بصراحه. تابعت الحشاشين طبعا، الفنان كريم عبد العزيز. كريم حبيب قلبي، وكمان المهم الجميل عبد الرحيم كمال، طبعا مع كاتب مهم. المخرج بيتر ميمي، دكتور بيتر ميمي، لا ملحمه، عمل مهم وعمل عمل كنت ضخم اتمنى اكون فيه صراحه. حقيقي.